القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. القلوب الرحيمة، برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة يتفقد العوائل الفقيرة والعوائل المحتاجة في كل مكان، وطبعا احنا نلبي طلبات الناس المحتاجة، الناس الذين بأمس الحاجة للوقوف مع أياديكم الكريمة، عوائل الأيتام، المرضى، الناس اللي بحاجة إلى طعام، نقدم لهم العون والمساعدة بفضل جهودكم الطيبة، وكذلك شريحة الأيتام اللي دائما يفتقرون إلى أبسط المقومات الأساسية لهم مثل العيش، السكن، اللي نقدر نقدم له مساعدة بفضل جهود الناس الطيبة. فاليوم أيضا مثل ما تشاهدون في هذه اللقطات، عوائل الأيتام دائما عوائل محتاجة، وتتمنى من أياديكم الكريمة مد يد العون لهم في هذه الظروف اللي يعيشوها. طبعا دائما بيوتهم ما كاملة، وإحنا نعيش في فصل الشتاء، بعض البيوت يعني حتى السطح مالتها غير ملائم، يعني ينزل مي المطر على رؤوس الأيتام، ما عندهم قدرة يكونون يعني المسكن اللائق اللي يعيشون تحت سقفه. فاليوم طبعا أعزائي المشاهدين، وفضل الحجية الطيبة أم علي من السعودية بحثت لنا مبلغ، هو صدقة جارية، فنفقنا منه في العوائلنا في سوريا، والجزء الثاني جينا اليوم نرمم هذا الدار اللي ما كاملة لأختنا أم مريم. أم مريم تفضل هنا يمي. أعزائي المشاهدين، طبعا البيت ما كامل، وراح نتعرف على الأخت أم مريم. السلام عليكم أختي. شلونك؟ إن شاء الله زين. هنا هيك شو شيء هنا. شلونك مريم؟ الحمد لله. إن شاء الله زينة. الله يخليك. مريم كم طفل يتيم عندك؟ خمسة يتام. الله يخليهم. أكبرهم إيش قد؟ 16 عمره. صغير. أي. وأيضاً لا عمل، وكلهم بالمدرسة؟ لا مريض. أي بالمدرسة كلهم. زين. إيش قد صار لما توفى المرحوم زوجك؟ على سنة ونص. أي. البيت مالتك ما كامل. أي. وتعبان أشوفه. وأيضاً احترق البيت؟
ايه قبل فترة احترق كله كهربائيات. ايه ايه السبب شنو كان؟ التماس كهربائي. الكهرباء مالته ما مرتبة. ايه مرتبة. هاي الفتحات اللي اشوفها بالسطح ومي المطر شنو معاناتك يعني كم؟ ومن تمطر الدنيا يظل البيت خور وال يعني والحياطين ظلين يتلن يعني اي من الكهرباء. ايه. وجوازات تنزل علينا من الرطوبة. من الرطوبة. ايه. ايش تتمنين من الناس الطيبة طبعا؟ والله يساعدوني يعني كمال الدار يعني كمال. ايه. شو شوفين ايه. اللي ما عنده يعني طرف صعب يعني ايه. ايه. السطح كلش اذانه السطح والرطوبة. ايه. وبعد كله هو يخر يخر. ايه. والصبغ ماله ايضا ب الكهربائية. ايه. انت طبعا لا عندك راتب لا معاش لا واحد. لا لا ما عندي ايش ولا معي. يا ام مريم مو مريم. ايه. احنا فضل الحجيه الطيبه ام علي من السعوديه من القطيف دعواتك لهاي الامراه الطيبه الصحه والعافيه ان شاء الله. وهذا مبلغ طبعا راح نكمل به الدار ان شاء الله ويكفينا ان شاء الله ان شاء الله. ثواب المرحوم ابنها الله يرحمه مهدي حسن الشيخ متوفي ودزت هذا بثوابه، فاحنا ايضا راح نخلي قطعه هم بالبيت ان شاء الله. دائما تذكرونا بسوره الفاتحه، قراءه سوره الفاتحه تندعون لهاي الأمرة بالخير والصحة والتوفيق لأن راح تسعد أي الأطفال أي ليتام أولادك وإن شاء الله بعد لا يجيكم مطر هذا يعني ينزل عليكم والكهرباء إن شاء الله بعد راح نرتبها. فإحنا عادين فريق طبعا راح يجون هسه حاليا ينزلون المواد ويشتغلون إن شاء الله وراح تشوفون مراحل العمل البيت كله راح نغيره إليك إن شاء الله إن شاء الله. شو تقولي لهاي الامراه الطيبه؟ الله يرزقها ويعطيها الصحه والعافيه ويسكن ابنها جناته ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ايضا ويانا الحجيه الطيبه ام حسن جده الاطفال. حجيه السلام عليكم. عليكم السلام. بعد عمري. الله يستر عليك. احوالك؟ الله والدي. شو تقولي لي اللي يعمل عمل خير بهذا الوقت؟ الله يعمل عليه الخير والبركه ان شاء الله والسلامه ويستر عليه وعلى عياله ويرحم موتاه موتى وموتاه دنيا واخره. قلت حجيه تشوفين الايتام راح يفرحون مني ان شاء الله. طبعا يفرحون. إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين أفضل الحجية أم علي وأيضا هذا المبلغ إن شاء الله راح يكون بثواب ابنها مهدي حسن الله يرحمه. راح نتواصل ومراحل العمل إن شاء الله وأن وقفة ثانية إن شاء الله مع أختنا مريم من يكمل البيت. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنة والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهدي الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. القلوب الرحيمة برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام:
من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا
من على شاشة قناة المهدي الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. القلوب الرحيمة، برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها، كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. Mm-hmm.
ببركة الصلاة على محمد وآل محمد تم إكمال ترميم بناء دار الأخت أم الأيتام أم مريم الله يعطيها الصحة والعافية. ومثل ما تشاهدون طبعا دخلنا إلى أول ما شاهدته هو الواجهة، تم طبعا عمل تسقيف هذه الغرفة اللي فوق الدرج، يعني كانت هذه البريد والمي كله ينزل من هاي، فبنيناها إن شاء الله وسقفناها، وأيضا تم الطلاء وإيصال التيار الكهربائي، وأيضا السطح كله ترتب. أعزائي المشاهدين طبعا هاي الألوان والكهرباء، أيضا تم إصلاحها وتم ترتيبها. طبعا مثل ما تشاهدون هذا المدخل هو اللي طارمه، وايضا هذه مغاسل للمياه وضعناها كان ما موجود، والمي كله اسسناها من جديد، وايضا تم طلاء الجدار الخلفي وايضا اللبخ. طبعا هذا هو الاستقبال مثل ما تشاهدون، تم اصلاح الكهرباء وايضا الطلاء. طبعا هنا انا خلينا قطعه هاي اللافته يهدى ثواب عمل ترميم هاي الدار مالت الأيتام، هو من الحجية أم علي الله يعطيها الصحة والعافية من المملكة العربية السعودية من القطيف، دزت مبلغ. طبعا المبلغ احنا صرفنا جزء منه في سوريا، والمبلغ الثاني ترميم الدار يهدى ثواب ولدها المرحوم الشاب مهدي حسن الشيخ الله يرحمه برحمته الواسعة. كان هنا في بداية الحلقة مطبخ صغير هنا والصالة كلش صغيرة، ففتحنا هذا الجدار وأيضا خلينا جسر كبير رفعنا به السطح وتم توسعة الصالة، أيضا خلينا سخان ماء حار وتأسيس جديد من السطح، طلعنا البوريات حتى لا يأثر عليهم لأن كله رطوبة. طبعا بقى البيت بدون مطبخ اللي يطبخون به، فخلينا سوينا هذا مطبخ، هذا كان مهمول فهذا صار مطبخ للعائلة مثل ما تشاهدون. خلينا لألواح من السيراميك وسقفنا، هم بناء على طلبهم وإيصال التيار الكهربائي، وأيضا الماء وصل لهنا يعني حتى المي خلينا هنا
وهم راح يكملون ال... كان الجدار من ماخذ الرطوبة طبعا كل الأصباغ وكل ينزل عليهم على الفراش، فثلاث مرات عدنا ورتبوا الأخوة الصباغين رتبنا بهذا الشكل، والكهرباء تم إصلاحها بالكامل. فأعزائي المشاهدين فاصل وراح نتحدث مع أختنا مريم وراح تفرح، طبعا هي جابت أطفالها وفرحت فرح كبير، ودعواتها للناس المساهمة في برنامج القلوب الرحيمة بالخير والصحة والبركة. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيمة. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين وصلت الأخت مريم، إن شاء الله راح نسلمها الدار وراح تسكن إن شاء الله هي وأطفالها بأمان، وراح تسكن إن شاء الله بهذا الدار اللي صارت دافية وأيضا مي ما ينزل عليهم مال المطر. طبعا هي الدار أيضا تعرضت للحرق، وكان هذا تذكرون بالصور اللي راح يشاهدونها، طبعا هناك كان سواد فأيضا غيرناه وغلفنا الحديد. فأختنا مريم صبحت الله بالخير إن شاء الله، ونقول لك ألف مبروك على هاي الدار. الله يعطيك مشكور. فتفضلوا يا شفتها هاي سقفت يعني مريم سقفناها. الله يعطيك. هذا الاستقبال شفتي هذا الاستقبال صار. جولي بعد جولي هاي اهم شيء، انت قلتي ما نقدر نتحرك هنا الصاله مو صحيح. بس شلون الحمد لله والشكر ما كانت هيك. سخان صار هنا، كان هنا السخان مالكم رايح مدمور خربان. اي خربان ما هسه صار هذا ان شاء الله. صار اللي مطبخ، طبعا هو ماكو مطبخ متر بس انت تحاولين. اي ان شاء الله تم تغيير كافة الماء والكهرباء منارة كثير خلينا بمصابين شكرين. وأيضا السطح كله ترتب يعني بعد ما ينزل عليكم ماي ماكو تشينكو، فخلينا يعني قبر الماء يروح على الشارع خلينا أنابيب حتى ينزل بيها الماء. فإذن أعزائي المشاهدين راح نخلي أم مريم والجهال يتجولون، وإن وقفة إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مريم تذكرين قبل قلت لك ان وقفه ثانيه ان شاء الله بهالمكان هذا؟ ايس. اي طبعا كنا واقفين هنا كان ما يوجد هذا المغسله مال المي، وايضا الكهرباء كلها تحولت هنا حولنا شان الحيطان همه. اي الواجهه مال البيت الستاره قلت قبل ما اقدر انا اصعد. اي هسه شفتيها الستاره يعني هم. لا الحمد لله شفتيها من دخلت من برا؟ اي الالوان مال البيت. اي الكهرباء زين. عشتيزكم. احنا نريدك دائما يا مريم تذكرين الحجيه ام علي من السعوديه، وايضا خلينا هاي القطع على مود شنو تقرين سوره الفاتحه بثواب هذا الولد الشاب ابنهم مهدي حسن الشيخ من السعوديه صدقه جاريه ان شاء الله. الله يعطيها الصحه والعافيه ويسكن بنا جناته يا رب. انت تعرفين طبعا العمل استغرق هنا 9 ايام عمل، وعمل المواد مرتفعه فما كفى مبلغ الحجية، لأن احنا صرفنا منه جزء يعني ضفنا عليه مبلغ. المبلغ اللي ضفناه مع الحجية هم أيضا ناس دائما يسعون العمل الخير ويقدمون إنه ما يقدمونه، هم الأخ أبو عبد الله والمؤمنين من الخليج والحاجة أم طلال. الحجية أم طلال مريضة، دعواتك لها بالصحة والخير. الصحة والعافية إن شاء الله. تقوم بالسلامة. بالسلامة إن شاء الله. وأختنا أم حسين أيضا مريضة بالبحرين. يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله. وعندنا فاعلة خير حجية طيبة من السيدية أهم أيضا بعثت مبلغ، والحجية مباسم الكعكشي من كربلاء. طبعا أكو مبالغ كلش بسيطة 200 دولار. الله خلينا قسم منها على الأصباغ وعلى الكهرباء، تعرفين كلفنا كثير هذا.
انا اسالك، انت طبعا احترق البيت مو؟ اي الاثاث ايضا احترق. اي كله احترق، ما بقى عندك الا بس هالثلاجه اللي موجوده وهذا الميت. اي احنا اللي علينا سوينا البيت، بس احنا هسه دعوه للمؤمنين اللي يريد يكمل يعني فضله ويكمل هذول الاطفال طبعا، وبعد واحد ما موجود خطيه بالمدرسه يمكن، او يساعدها يعني خزان ملابس، كنتور، غساله، ثلاجه موجوده ايضا احنا هم صلحناها ورتبناها لها يعني الوايرات، وتحتاج طبعا كاونتر مو يسمونه هذا صغير المطبخ صغير كاونتر، بعد شنو احتياجاتك؟ كنتور مال ملابس هم هيترات مو؟ اي طبعا البيت ما بي تبريد نهائيا بالصيف. اي لا ما بي ما بي. اي اكو مكيف عاطل احنا شلناه بعد اللغه. اي وايضا انت مريضه مو؟ محتاجه لعمليه. اي شنو ايش عندك انت تعانين من ورمه دكتي؟ عندي ورم اريد اشيله عمليه. اي وانت قلتي انا اهم شيء جهالي وبيتي. أي. يعني قبل البيت كان متعبكم مو؟ أي. شنو معاناتك كان بالبيت؟ كان من تمطر الدنيا يخر وظل الكهرباء تنتل. أي. يعني الحيطان تنتل. أي. رطوبة و... أي. يقولين حتى ينزل على الفراش. أي. هذا اي ما الصبغ قديم ويوقع علينا احنا. هذا مبلغ طبعا زاد من احنا مو جمعنا هاي الفلوس كلها، فهذا مبلغ زاد ممكن للعلاج او تشترون شيء للبيت. الله يعطيهم الصحه والعافيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بهذه الكلمات الطيبه من ام الايتام، تفضلي بعد نانا ام الايتام، انا ايضا راح اروح يم القطعه. شفتوا يعني من فرح يتيم، اللي يفرح يتيم واللي يسعد يتيم يسعد قلب مولانا صاحب العصر والزمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وايضا يسعد الائمه الاطهار. فتحيه اعتزاز وتقدير الى حجيتنا الطيبه ام علي وولدها فاضل اللي بعث المبلغ وسعدنا هاي العائله اللي نقذناهم من وضعهم المأساوي في فصل الشتاء. رممنا لهم الدار وكملناها بناء، وايضا السطح وكله يعني شاهدتوا بال، وايضا ضفنا عليه مبالغ من ابو عبد الله، من ام طلال، من ام حسين، من باسم، من فعلات خير، من بغداد، من السيديه. الله ان شاء الله يعطيهم الصحه والعافيه وفي ميزان حسناتهم. عندنا كثير مثل هذه الحالات بحاجه الى مد اياديكم الكريمه من اجل اسعادهم ومن اجل الوقوف معهم في محنهم. مرض، جوع، فقر، كلها يحملونها الايتام والمحتاجين. اعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة يستقبل اتصالاتكم ويستقبل مد أياديكم الكريمة لمعاونة المحتاجين، فكونوا عونا للضعفاء، كونوا عونا للأيتام، كونوا عونا للمرضى، والله إن شاء الله يعطيكم الصحة والخير والتوفيق. إلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964-780-1-00-1912 أو على الرقم التالي 00964-770-576646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.